بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والمسلمين. أستاذ رضوان الناجي قسم اللغة الإنجليزية كلية التربية جامعة بنغازي، واشترك معي في هذه الورقة أستاذ أنور أجانا من المغرب. هذه الورقة بعنوان الصورة التعريفية لكل من علم الدلالة وعلم التداولية أو الائتلاف أو الائتلاف بينهم. باختصار وبإيجاز، في هذه الدراسة قمنا بتوضيح الخيط الرفيع ما بين علم الدلالة أو علم المعاني أو معنى الكلمات والتداولية. هذا الخيط الرفيع اللي هو كيفية تصرف هذين العلمين بالمعنى في علم اللسانيات الحديث. في علم اللسان الحديث كما معرف أو معرف لدينا علم الدلالة هو معرفة معاني الكلمات، هذا شيء بسيط. لكن بالنسبة للتداولية فلديها جانبين أساسيين، وهما ما يعنيه المتحدث أو الكاتب أو قائل النص، سواء كان النص هذا كلمة أو إشارة لغوية، ماذا يعني بهذا الاستخدام أو بهذا اللفظ. هذا بالنسبة لهذا الجانب الأول من التداولية. أما بالنسبة للجانب الثاني فهو تأثير هذا النص، تأثير هذه الإشارة أو تأثير هذا اللفظ اللغوي، تأثيره على المستقبل سواء كان مجتمع أو قارئ. هذه بإيجاز ما تم توضيحه واستدلاله في تبيين وجه الاختلاف والتباين ما بين علم الدلالة والتداولية. وقد تم استخدام العديد أو من الدراسات السابقة سواء كانت باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية، كما يتبين لكم إن شاء الله في الورقة التي لديكم الآن المراجع والاستخدامات. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.